أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جماعة التبليغ والدعوة تعتبر من أهل البدع؟ أنا قلت لكم اتركوا الكلام هذا، عليكم بلزوم الطريق الصحيح، وانصحوا الذي ترون عليه ملاحظة، انصحوه وبينوا له وتؤدون ما عليكم إن شاء الله. نعم، ولا نقول فلان ولا الطريق، نقول الدعوة لها طريق صحيح مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل، وهي البداءة بالعقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أركان الإسلام وإلى الأعمال الصالحة، لكن بعد ما تصح العقيدة، هذه الدعوة الصحيحة، وما خالفها فهو دعوة غير صحيحة، سميها ما شئت، تبليغ أو غيره، ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بل منهج الرسل كلهم، الدعوة إلى الله، فلا يهتم بالعقيدة ولا يدعو إليها ولا يهتم بتعلم العلم، فهذه طريقة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.